انه صار من موضوع الاحتجاجات اللي قاموا بها نقابة العمال في محافظة النجف فيما يخص قطع الأراضي. نعم، طبعا ملف قطعة الأرض الخاصة بنقابة العمال متابعيها منذ أشهر، والأخوة العمال هذه الشريحة المظلومة الكبيرة المجاهدة ومن يمثلها يدركون جيدا يعني متابعتنا معهم لهذا الملف، وهمنا أقول هذا واجبنا، ما أن فضل على واحد. أكيد. من خلال متابعتنا لهذا الموضوع خصصت قطعة أرض إلى هذه الشريحة بمساحة 644 دونم، وتم تثبيت إحداثياتها من قبل عقارات الدولة. طيب. وحدث فيها تلكؤ. تابعت هذا الموضوع مع الأمان العام المجلس الوزراء، مع عقارات الدولة، مع دولة العفو، مع السيدة طيف سامي وزيرة المالية. حدث فيها تلكؤ قد يكون يعني مقصود أو غير مقصود، إلا أنه استغل هذا الموضوع. طبوا على الخط شرائح أخرى وقاموا يقصون يجتزئون قطع من هذه القطعة. من هم ذول الشرائح الأخرى؟ يعني إحدى الشرائح، خلينا نسميها، إحنا ما عدنا عداء إحنا أيجي. إحنا أستاذ أحمد نستثمر وجود حضرتك ونريد يعني نفتح الحديث بأريحية تامة وبصراحة معلنة. أبداً أهل النجف يعني فضل. أهلي ومدينتي ومحافظتي واعتز بها وتشرف بالانتماء لها، حياك الله كما أتشرف بكوني عراقياً أنتمي إلى العراق من الشمال إلى الجنوب. لا أملك يعني ما عندي ضغينة أو عندي تنافس مع أي شريحة معينة، بالعكس أنا أؤمن أنه الدولة لازم توفر قطعة أرض للسكن لكل عراقي. نعم. سواء كان موظف أو غير موظف. هذه المقدمة. هذه قبل لا تكمل. نعم. الدولة العراقية أنت ذكرت لازم توفر قطعة أرض لكل مواطن عراقي، هذا اللي تؤمن به حضرتك. نعم. نعم. اللي يؤمنون بغيرك المفروض يستشهد العراقي الله يحصل هاي القطعة. مع كل الأسف. تفضل. نعم. سمعتها اليوم. نعم. لدى دخول وزارة التعليم العالي أكو محتجين بباب الوزارة. نعم. فقالوا احنا الا نستشهد الله يحصل حقوقنا. هاي صارت يعني رأي راسخ لدى العراقيين مع كل الأسف. نعم. طبعا هواي آراء سلبية تراكمت على مدار الحقب الماضية خلت العراقي دائما يحس يعني بعدم الثقة والسخط من قبل الحكومات. نعم. سواء كان بالنظام السابق أو النظام الحالي. نعم. نظام الديمقراطية والانفتاح والتعددية. نعم. اجتزئت من هذه القطعة البالغة 644 دونم، أخذ منها 47 دونم. نعم. لصالح مديرية الأمن والاستخبارات في محافظة النجف الأشرف، طبعا تحيتي. نعم. وتحية إجلال وتقدير لهذه المؤسسة الكبيرة بعطائها بمواردها البشرية، بضباطها، بمنتسبيها. نعم. بالوقت اللي كانت 644 دونم إجراءاتها يعني معقدة وشائكة وبطيئة، سبحان الله من وصلت 47 دونم قامت يعني تتحرك بوتيرة عالية. طيب. والإجراءات تمشي بسرعة. زين. وهم على وشك أنه يستكملوا إجراءات استملاك هذه القطعة. هذه 47 دونم؟ نعم، من أصل 644. زين. 600 اللي كانت مخصصة أصلاً للعمال. 600 صار بها بالضبط. لحد الآن ما حسمت. ها. من خلال المخاطبات اللي طلعنا عليها. طبعاً مخاطبات حتى نكون منصفين، مخاطبات عقارات الدولة فرع النجف الأشرف والتخطيط العمراني في النجف الأشرف كان. طيب. مساند وداعم وكتبة إيجابية بالنسبة لهذه الشريحة. زين. شريحة العمال. زين. عقارات الدولة في بغداد لم ترفع هذه الإجابات الإيجابية. نعم. والكتب الإيجابية إلى وزارة المالية باعتبار السيدة وزير المالية هي صاحبة الصلاحية الوحيدة في المصادقة على منح القطعة أو طيب. بيع القطعة لهذه الشريحة. طيب. فمن يرفعون الكتب دائرة عقارات الدولة ترفع الكتب لأما منقوصة يا أما يصير يعني انتقاء بالعبارات، اجتزاء بعض منها وإضافة بعض آخر. شنو الغاية من هذه الحركات؟ والله بصراحة بالبداية ما كنت يعني ما أخذ الأمور على محمل لا سمح الله يعني سيء أو طيب. سلبي. طيب. لكن بعد أن تابعت الكتب وأشوف الكتب اللي تصدر من عقارات الدولة في العامة في بغداد إلى وزارة المالية والصادرة من عقارات النجف إلى عقارات الدولة، أشوف أكو تباين. الكتب الإيجابية تنضم والكتب السلبية ترفع إلى وزارة المالية. نعم. بحيث وزارة المالية وجهت عقارات الدولة أنه يا بخلي بحثون عن قطعة أرض بما أنها راحت من عندهم، وهي لحد الآن ما راحت من عندهم القطعة. زين. فكأنما يردون يبعدوهم عن هاي القطعة اللي. نعم. من 2015. طيب. يشتغلون عليها لغاية اليوم. طيب.